إجراء تعديل وزاري لإعفاء غير الكفؤين وتشكيل حكومة مصغرة قوية وإجراء انتخابات أبكر من الموعد المحدد دستوريا، ولا ترشح هذه الحكومة للانتخابات. 5 إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين فورا. 6 إيقاف كافة الملاحقات القضائية والقانونية ضد المتظاهرين. 7 إعفاء جميع الفاسدين من مناصبهم والذين ثبت بحقهم أحكام القضائية، وتقديم بقية الذين صدرت بحقهم أوامر قبض إلى المحاكم ومن أي جهة سياسية كانوا، وتكون محاكمتهم علنية وأمام الشعب العراقي. ما سيلي من نقاط سأقرأها على حضراتكم تتمثل المبادرة التي تقدم بها الدكتور أياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية في ثاني يوم التظاهرات، والتي مثلت هذه النقاط التي سوف أقرأها المنطلق لمبادرات الرئاسات الثلاث، وقد تبنتها بالإجماع مبادرات الرئاسات الثلاث.